هذا الوفاء المتجدد من سيدي قائد المسيرة اتجاه أخي صاحب السمو الأمير محمد بن سعود الكبير سمو الأمير الفرحة، لا تسع محبي هذا الاسطبل الكبير مشاعركم في هذا المساء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدعمه الكبير لنادي الفروسية ولكل المجالات الرياضية، وأشكر أخي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وأشكر جميع محبين الاسطبل الأبيض، وهذا أقل إنجاز يهدى إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه في قبره. وأتمنى إن شاء الله أن نستمر على هذا المنال، وإن شاء الله نصل إلى السباقات الأكبر والأفضل إن شاء الله. لا شك الحقيقة أنه سباق مثل هذا السباق كأس الوفاء لسيدي سمو الأمير محمد بن سعود الكبير رحمة الله عليه، الذي كان له أيادي بيضاء للفروسية وكان من أول مشجعين وأول من وقف معه، ولا شك أن وفاء سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه مع أخيه الأمير محمد بن سعود، والتي استمرت إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي لم ينس الوفاء وأدى الوفاء، وإن شاء الله يا رب أن نشاهد هذه السباقات والفوز للجميع إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تعالى. سمو الأمير اليوم بإذن الله المحبين طبعا في نظرة محب لم يراودهم الخوف بأن اليوم بإذن الله راح يحقق هذه الكأس الغالية، نظرا طبعا حصان أنا أعتقد بأن اليوم يعتبر من الخيل التوب في المملكة العربية السعودية الأربع سنوات وما فوق، 10 سباقات يمكن أخفق بسباق واحد، حصان مستوى ثابت تصاعدي. اليوم هل راودتك شكوك من حصان معين في هذا السباق؟ لا، شوف أنا قلت لك في يوم من الأيام متعب لو يركض مع خيلنا جربوع خفنا منهم هو بحصان، فلهذا طبعا اليوم أي حصان الحقيقة يركض، تعرف اليوم الخيل لو أنها تحكي كان هونت علينا أشياء كثيرة، لكن يعني حتى بإذن الله يمكن في سباقه قبل هذا كان في حالة صعبة، وكان الحقيقة قبل كم يوم كانت عنده حرارة، فلكن الحمد لله رب العالمين أنه تجاوز هذه الحالة، والحمد لله أنه شارك اليوم، وكان عندنا الحقيقة خوف من هالشيء هذا. لا شك اليوم في خيل ممتازة، خيل سمو أخي الأمير فيصل بن خالد، وهي الحقيقة اللي كانت تخوفنا أكثر شيء، لكن مثل ما قلت لك راعي الخيل واللي يملك خيل ويشارك في سباقات يخاف من أصغر الأمور، لأنك ما تعرف في أي لحظة ممكن يحدث أي شيء، ولا الحقيقة نتأكد من الفوز إلا عند خط النهاية، عندما يقطع خط النهاية، ولله الحمد والشكر جت على من تمنى. الحمد لله. سمو الأمير، هل بدر بن سعود ناقشته في خطة السباق؟ هل كامل يتحدث معه قبل السباق؟ لا، شوف اليوم الحصان مثل بإذن الله والخيل الكبيرة معروف كيف مساراتها تصير ومعروف كيف تمشي ومعروف كل شيء، لكن دائما الحقيقة كل مالك خيل أو مدرب أو المجموعة اللي موجودين في الاسطبل يتشاورون دائما في الخيل المشاركة، لأنه اليوم يمكن الخيل المشاركة تغير خطتك في أنك أنت كيف تمشي حصانك، فطبعا الحقيقة هي خطة جماعية، والحمد لله رب العالمين أنها توجت بالفوز. نجم الفائز اليوم أيضا وهذا المساء فائز بالمركز الثاني، أنا أعتبره الحقيقة من يعني أدى سباق كبير جدا، وما هي غريبة على النجم الفائز، النجم الفائز عنده ظروف معينة تؤثر عليه من سباق إلى آخر، ولكن هو من الخيول الأبطال في المملكة العربية السعودية. سمو الأمير، هالفرصة طبعا لازم ما تمر مرور الكرام السنتين، ماذا عن الأبيض في السباقات القادمة؟ والله شوف متعب، اليوم حنا لما نطالع سباقات الخيل السنتين حتى اليوم الحقيقة ما فيه شيء مبين إلا جماحة، هي ولا شو اسمها فرس الأمير سعود، مجتاحة فرس الأمير سعود بن سلمان هي اللي مبينة في الوقت الحاضر، الخيل الباقي سنتين طالعة نازلة ما في شيء ثابت حتى الآن. أتمنى إن شاء الله أنه في خلال أسبوعين في سباقات كؤوس الملوك أكيد أنها بتبين خيل أكثر وبتظهر الخيل أكثر وبتبين الحقيقة النتائج، لأنها حتشارك مع أفراس قوية وراح يكون فيها منافسة قوية لها. أنا أتوقع الحقيقة أنا تراني أغلط بين جامايكا وش اسمها هي؟ مستحيل. لا فيها أنا أحطها جاكرتا، هي جاكرتا أنا أغلط بين جاكرتا وجامايكا يعني ما عليش،
فلكن على كل هذه راح تشارك معها، راح تشارك معها فرص ممتازة الحقيقة عند الطيار محمد الطيار، أنا ناسي اسمها الحقيقة، لكن الحقيقة من أفضل الأفراس، وهذا لا شك الحقيقة راح يبين مستواها في كأس الملوك. كذلك الحقيقة خيل السنتين أغلبها راح تبين في هذه الفترة، ومنها وراء راح تبين الخيل على مستواها. اليوم حنا نشوف في خيل عندنا يمكن كانت تكسب حوالي 10 طول، تجي وراء الخيل ب10 طول، فما في خيل ثابتة في الوقت الحاضر. فيه اليوم مرض منتشر في الخيل، يا رب إن شاء الله أن الله يرفعه عن الجميع، وأن إن شاء الله ترجع الخيل على مستواها اللي هي الحساسية والحرارة اللي موجودة اليوم. وأتمنى يا رب يا رب يا كريم أن إن شاء الله تنتهي هذه المشاكل كلها. سمو الأمير بسألك وبصراحة جاوبني، من الأفضل من مهور الأبيض؟ ما في، يعني قلت لك اليوم ما في شيء محدد اليوم تشوفه تقول ان هذا افضل من هذا. قلت لك انه كؤوس الملوك ان شاء الله على الاقل تعطيك فرصه اكثر انك تحدد من يكون افضل. على صواب ان شاء الله يا رب انه يكون على صواب ان شاء الله. ماذا على المستورد؟ الابيض سكر باب المستورد؟ ما يعني الحقيقه احنا اليوم انتاجنا هو المهم، ونحن في غايتنا او هدفنا الحقيقه انه نحن نوصل الانتاج السعودي الى انه ينافس الخيول المستوردة، وإن شاء الله احنا شفناها شاركت في دبي، كسبنا الجينز في دبي وكسبنا جوائز ثانية أخرى. هذا الشيء اللي احنا نتمنى نشوف إن شاء الله أن الخيل تطلع. اليوم الحقيقة نوعية الخيل اليوم كان في يوم من الأيام كان يقول لك أنه الاسطبلات الكبيرة، اليوم ما عاد في شيء اسمه اسطبل كبير، اليوم صار فيه نوعية خيل موجودة عند الاسطبلات حتى الصغيرة مستواها عالي، بما رفعت مستوى اسطبلاتها الى انها تكون اسطبلات كبيره. وشفنا اليوم الحمد لله ان شاء الله راح تجتمع هذه الخيل في سباقات قريبه، وان شاء الله نشوف من يكون البطل فيها. ما ودي اطول عليك، لكن سمو الامير انتم نهجتوا نهج ممتاز جدا بانه الخيل الانتاج الابطال اصبحت فحول، فابناء الانتاج اليوم بينت، وما ابي اذكر اسماء، كنت اتكلم مع فرانك ماكفرن عن طبعا باذن الله، هل هو مشروع فحل ناجح؟ قال لي اعفني من الاجابه، يمكن يجاوب عليها الامير متعب. لا حقيقه انا شوف اليوم نحن نهتم في خيل الانتاج اللي نشوف انها فيها اصل، واللي فيها اصل الحقيقه احنا دائما نحاول نجربها، لكني لا انصح الحقيقه الاسطبلات الصغيره اللي عندها عدد خيول قليله انها تجرب في خيول انتاج. بعد ما تبين خيول الانتاج وظهرت انها فعلا انها خيل منتجه، من حقهم انهم يعني يشبون منها. لكن نحن يمكن عشان عندنا عدد خيول عندنا عدد خيول كبيره نخاطر في بعض من خيولنا احنا حتى نشوف كيف ممكن يكون الانتاج. باذن الله ان شاء الله يا رب انه يكون فحل، لكن احنا حتى الان ندرس الموضوع ونشوف ان شاء الله. ماذا تقول بدر سعود رزيك بعد فوز باذن الله هذا المساء؟ اقول بارك الله فيك وما قصرت، والحمد لله رب العالمين ان تعبكم ومجهودك اللي انت سويته طول هذه السنه، وليس لبدر فقط لحاله، ولكن لفرانك ماكفرن، للدكتور، لكل من هو في فريق الابيض، يعني اقولهم ما قصرتوا، الله يوفقكم ان شاء الله، وحنا ما زلنا في البدايه والاقوى جاي. سمو الامير الف الف مبروك، ان شاء الله نشوف الابيض من جديد باذن الله تعالى. الله يبارك فيك والف شكر، شكرا لك.